أود لو أن الدجى سرمدا لما عن الرائي لها غيبا تتمنى الليل قد انت ما حد يشوف وإن بدا الصبح دعت من أسل يا صبح وإن بدا الصبح دعت من أسل يا صبح لا أهلا ولا مرحبا. شلون جمال بهالأبيات. والله وإن أتى الصبح دعت من أزن يا صبح لا أهلا ولا مرحبا أبديت يا صبح لنا أوجها لا حول ولا قوة إلا بالله أبديت يا صبح لنا أوجها لغى جلال الله قد حجبا لغى جلال الله قد حجبا يا هاشم العليا يا غاشم العليا يا غاشم العليا ولا غاشم ولا هاشم يسمع الخطب قد أعضل وعصوا صدى ما صد أسماعكم عن ندى زينب ولهفى على زينب ما صد أسماعكم عن ندى زينب ولهفى على زينب وقدرت ألا محام لغى لكن حداغ الثكل أن تندبا يا لاشم زينب كفلتو غليل الجمعة ليشتعل بكربلة عفتوها ليشعفتوها وتخلوها بحزن يا ذنب حرمة أبد ما تستجن يا بما تستجن الناقة شافت زينب وقامت تحن وانتو جنكم أبد ما شفتوها شلون حكي قاسي هذا يا بالناقة شافت زينب وقامت تحن وانتو جنكم أبد ما شفتوها يا بكون يلفوغ أهل الفاجد ويخلوها تظل بين العدم وزينب لكم يا عاش والده وتعبد لكم يا من جايتوها نار مية بالمخيم تستعر وزينب برجليها تسحق عن جمر معلم الطفي النار من لا نار اللي تطفيتوها يا بنتو وانتو لا نار اللي تطفيتوها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. البارحة إذا يتذكر الإخوة وإحنا في أمر من الجانب الفكري اللي يشكل هدف من أهداف القرآن الكريم والأنبياء بعد التذكير وتفريق بين الحق والباطل ورفع الاختلاف قلنا إصلاح الانحراف تكلم عن ثقافة الانحراف في القرآن الكريم وأقسامها وقسمناها إلى انحراف عام وانحراف خاص وانحراف وانحراف بعضهم كان ثم جئنا إلى الروايات الشريفة تبين حال الناس ليلة البحر اللي تبين حال الناس قبل الظهور والرجعة قبل الظهور والرجعة بحالة انحراف على مثل أو قسم منها في الواقع وإلا الروايات بحد ذاتها تحتاج إلى وقت طويل وبعض الروايات بيّنت بس عناوينها وإلا ذكر الروايات تحتاج إلى
احنا نعرف اصلاح الانحراف. والانسان ليش يعني ينحرف سلوكيا، عمليا، اخلاقيا؟ ليش ما تكون عنده اخلاق؟ اني الى بحث اخر مهم البارحه بينته باخر المحاضره، في بعد تكمله بسيطه خلوني اكملها. قلت الانسان البارحه باربع قوى، صحيح ولا؟ القوة الأولى يعني النفس الإنسانية، خيكون التعبير دقيق، النفس الإنسانية بها قوى أربعة. القوة الأولى هي القوة العاقلة المفكرة، والقوة الثانية هي القوة الغضبية، أحسنتم، تعكس الجانب السبعي بالإنسان اللي هي قوة الدفع، والقوة الثالثة اللي هي القوة الشهوية اللي هي بين قوسين قوة الجذب، قوة الجذب، واللي تعكس الجانب الحيواني في الإنسان الشهوي. والقوة الرابعة اللي هي قوة الوهم اللي يحركها إبليس، يوسوس في صدور الناس. يعني يحرك هاي القوة، ومن خلالها يخلي القوة الغضبية والقوة الشهوية تتمرد على قوة عقل وتنفلت، ويطغى الإنسان من خلالها على المستوى الغضبي وعلى المستوى الشهوي. فبعد تفلت زمام الأمور، تفلت من إيده بعد يعني. وقلت البارحة كلمة كلش مهمة، البارحة آخر المحاضرة كان كلش مهم في مجال معرفة الإنسان وقوى الإنسان الداخلية. قلت أصل وجود هاي القوى ضروري ومفيد، بس عدم السيطرة عليها من خلال القوة العاقلة يشكل مشكلة كبيرة. إخواني، أنا من أنطيك مسدس أقول لك هذا هدية مني إلك، خليه ببيتك، خاف تحتاجه في يوم من الأيام يصير حرامي البيت، واحد يهددك، يهدد حياتك، تقدر تستفيد منه للدفاع عن شنو؟ عن نفسك. هسه هذا إعطاء المسدس إلك بهذه النية، حسن يا مو حسن؟ حسن. المسدس تقدر تستخدمه استخدام سلبي وما تقدر، بس هو أنطاك إياه حتى تستعمل استعمال إيجابي وسلبي. إيجابي، بس أنت بالمقابل تقدر يعني إذا بقت القوة العقلية هي الحاكمة، هذا السلاح تخليه بالبيت فقط للدفاع عن شنو؟ عن نفسك، عن مالك، عن عرضك. كلش زين، ما حد يلومك. أما إذا القوة العقلية فقدت السيطرة على القوة الغضبية، تطلع بالشارع والسلاح بيدك، يا وشوف الضربة قتله. أصل وجود سلاح الدافع به عن نفسك ضرورة ومفيد ومهم. نعم، استعمال هذا السلاح شلون؟ تستعمله والقوة العقلية مسيطرة عليك، فاستعمالك إلي يكون بحكمة. يو لا والله، قوة الوهم تحرك القوة الغضبية، فأي واحد يحاكيك حكاية بالشارع أقل شيء تروح بعد القوة الغضبية فلتت منك، بعد تروح تجيبه تقتل به الناس وتعتدي على حرمات الناس. هاي القوى ضرورية لوجود الإنسان، القوة الشهوية وإلا النسل ما يستمر، القوة الغضبية وإلا شلون تدافع عن نفسك؟ ضروري وجودهن، بس كون تحت سيطرة قوة العقل. إذا قوة الوهم سيطرت عليهن اللي إبليس يديرها، صارت كارثة. الخلاصة، الفترة اللي تمر قبل ظهور الإمام عليه السلام وقبل رجعة الأئمة بها انحراف على المستوى العقدي وبها انحراف على المستوى الأخلاقي. طبعاً المستوى الأخلاقي تعلمون، الأحبة يعلمون، احنا عندنا المستوى الأخلاقي مدياته واسعة جداً وتشمل كل شيء. والله تباوع لي بدقيقة واحدة أقول لك معلومة مهمة، انتبه لي، الله يجزوك ألف خير، انتبه لي شوية. مرة الإنسان يكون يصير عنده علاقة حسنة وأخلاقه تكون حسنة مع ربه، هنا هاي الأخلاق نقدر نعنونها أخلاق عبادية، أخلاق مع خالقه، أخلاق شنو؟ عبادية. مرة واحد المفروض تكون عنده أخلاق مع المخلوقين، مو مع الخالق، مع المخلوقين.
هسه هاي مع المخلوقين مرة أخلاقه مع نفسه نقدر نعبر عنها أخلاق ذاتية. أخلاق شنو؟ ذاتية. مرة أخلاقه مع الناس نقدر نعبر عنها أخلاق اجتماعية. صحيح ولا؟ مرة أخلاق مع بقية مخلوقات الله غير الإنسان نقدر نعبر عنها أخلاق بيئية. أخلاق شنو؟ بيئية. لما تقرأ روايات الأئمة عليهم السلام وشنو يصير قبل ظهور الإمام وقبل رجعة الأئمة عليهم السلام، لأن يعني بعض الروايات تقول الرجعة بزمن الإمام تصير، بعض الروايات تقول الرجعة بزمن الإمام، ظهور الإمام تصير الرجعة، رجعة أهل البيت عليهم السلام، بعض الروايات تقول لعلم الأحبة يعني. المهم الروايات اللي تذكر حال الناس قبل الظهور وقبل الرجعة تقول الناس الأكثرية الساحقة كل هاي الأخلاق ما تكون موجودة عندهم بكل هاي أنواعها وبكل أقسامها، ما تكون موجودة عند الناس، لا على مستوى الأخلاق مع الخالق، ولا على مستوى الأخلاق مع النفس، ولا على مستوى الأخلاق مع الناس، ولا على مستوى الأخلاق مع بقية المخلوقات. البشرية تفقد كل هاي الأخلاق بكل هاي الحيثيات وبكل هذه الأقسام. فتوقع الناس وين راح توصل؟ وين راح توصل الناس؟ توقع قبل ظهور الإمام عليه السلام ورجعة أهل البيت، توقع البشرية وشلون راح تحل؟ طبعا سنان هم بإمكانك أن تقول لي حكاية، تقول لي خو إذا هيك الأمر صار وعي، وعي حكي مهم هذا، تنظير كلش مهم هذا، أهل الوعي، أهل الثقافة، أهل المعرفة، أهل المطالعة، هذا الكلام يهمهم وإن شاء الله ذني كلين طبقا عليكم. لعله واحد يقوم يقول لي يا بعد ليش تختلفون مع الفلاسفة المتشائمين اللي يقولون الإنسان طبعه شرير والإنسان ما ينصلح والإنسان عدل، يباوع لي والإنسان خلق شرير ولليوم هو شرير وإلى آخر الخط هو يبقى شنو؟ شرير. يا بعد ليش تختلفون ويا أصحاب هاي النظرية؟ يعني أقول لكم حكاية، مو هاي مسألة فكرية كلش خطرة، أكون نقول هاي الروايات أكون أعلق عليها فالتعليق مهم حتى لا ينفهم الكلام غلط. والله أبقوا يا أرجوكم، إذا أكو نظريات كثيرة في الإنسان والعالم مصيرهما إلى أين بالنهاية وشنو راح يصير عليهم، وهاي مرتبطة بالظهور والرجعة. نحن ما نتكلم عن الظهور والرجعة يعني آخر المطاف، مو يولا الظهور والرجعة يعني شنو؟ آخر المطاف، من بعد الظهور والرجعة قيامة بعد. تشوف أكو نظرية من النظريات يقودها ما يعبر عنهم بالفلاسفة المتشائمين. دول إيش قالوا الفلاسفة المتشائمين؟ قالوا الإنسان كائن شرير. وهذا الإنسان حتى يدعي إصلاحه هو هم إنسان شرير عبارة عن وحش كاسر، فالشرير شلون يصلح شرير؟ وبعض أفراد البشرية ونعتبر ذولا شذوذ يتحرون في النهاية لأن ما يصلحون البشرية ويعملوها مثل ما يصير إلى هذا الرقم انتحروا. رجع التأريخ يقول لأنه فلاسفة منو؟ الإنسان عصيرهم النهائي الإنسان يصير مرتب.
إذا مصلحته انضربت، يو يشعر أكو من يضايقه على مصلحته، يو كذا، الإنسان يصير شنو؟ وحش كاسر من أجل مصلحته. الدور جابوا مثال على هذا الأمر، قالوا شوفوا الإنسان قبل لا الدنيا تتطور، يعني لما كان الإنسان يعيش حياة بسيطة بدائية، الإنسان الناس كانت متعايشة لأن ما في شيء يضرب مصالحها. شلون متعايشة؟ يطلع هذا الصبح يروح يدور له عن حيوان يقتله ويجيب الحيوان للبيت ويأكله هو وأولاده، وذاك اللي بصفه النفسي شي يروح يدور له على حيوان يقتله يجيبه يأكله ويشوه يأكله والسلام. لا أكو مصنع ولا سيارة ولا أكو سيارة ولا أكو معمل ولا أكو تجارة ولا بزنس ولا مطار ولا جواز ولا هم يحزنون، حياة بسيطة، نجوع نروح نطلع نفتر، هذا يلقى له سمكة يصيدها، ذاك يشوف له طير يرجع يأكله ويلف راسه وينام وأبوك الله يرحمه. فالبشر ما كانوا مختلفين لأنه مصالحهم كانت مؤمنة والإنسان كائن مصلحي فما يفكر يأذي غيره. لكن لما تطورت الحياة أو صارت التجارة الإنسان تحول مش لا نظير له أن الإنسان تحت والسلام. هاي فد نظرية حتى وإلى آخره. ما أدري واضح الكلام يوم واضح الإسلام مو هالشكل هذا. ونفس وما سواها الإنسان زودنا بعقل. قلت لكم الإنسان عنده قوة عاقلة تقدر الصيام 20,000 نبي ذولا أما الأنبياء جد عندهم أصحاب خيرين يا أمثالكم لو أعطيك ملك الدنيا خو مصلحتك تريد ملك الدنيا بس ما مستعد تقتل الإنسان. يعني الدين قال لك فكأنما قتل الناس جميعا، فالدين لزمك أنت هم قوتك العاقلة مسيطرة فمسيطر على القوة الغضبية والقوة الشهوية، فما شهوة المال بيطوك إياه ما تخليك تقتل الإنسان. الغضب مثل الإنسان، فإذا القضاء ما يقولوا حالة نادرة أبداً وهالشكل هذا. الواقع العملي يكذب كلامهم الآن، يكذب كلامهم، مو صحيح هذا. ولهذا إحنا نعتقد الكون قائم على أصالة الحق بما في ذلك الإنسان، والإنسان صح راح ينحدر بهاي الطريقة، ولكن في زمن الظهور والرجعة الإنسان راح شنو؟ يتكامل. الإنسان راح يتكامل وينصلح انحرافه السلوكي والعقدي، ويكون الإنسان في أفضل حالاته بجانب الاستقامة في زمن الظهور والرجعة. وزمن الظهور والرجعة قليل يو كثير مثل ما قلنا بالليالي الماضية، يعني النبي حكمه 50,000 سنة مثل ما قلنا بالروايات الشريفة بزمن الرجعة. شوفوا الكلام إيش قد مهم مهم مهم. لا لعلك تطرح علي سؤال آخر، ما أرد تعبك بس حكي كلش مهم. صدق وياي ومو وياي راح أقول جدلية هواي حلوة، أكو جدلية تطرحها هواي حلوة مرتبطة بالظهور والرجعة. لا لعلك تسألني سؤال ثاني من بعد هذا السؤال تجاوبنا عليه، تسألني سؤال ثاني تقول لي يابا إذا البشرية راح تنصلح وراح تستقيم في زمن الظهور والرجعة، وعندي سؤال. نعم، الآن بالأرض أكو دين واحد يتعدد أديان؟ طبعاً بالتعبير الدقيق ماكو أديان، أكو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ولكن أكو شرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أكو دين وأكو شنو؟
شرائع. هسه هاي اذا اتكلم بشكل دقيق جدا، اكو شرائع بالارض، بس هو الان يعبرون عنه حوار شنو؟ حوار الاديان يعبرون عنه. الان اليوم اليوم بالارض اديان، صحيح ولا كل زين؟ هاي الاديان كلها على الحق، يو اكو بيها انحراف واكو حق، اكو انحراف واكو حق. هو هذا اللي يقول عزير ابن الله منحرف يوم ما منحرف، اللي يقول عيسى ابن الله منحرف، هذا منحرف. زين، المسيح ابن الله كما القرآن ذكر عنه، هذا منحرف يقول هاي الحكايه. زين، والبشرية راح تتكامل وتستقيم بالظهور والرجعة. فتسألني هنا سؤال، تقول يعني بالظهور والرجعة ما أكو أديان وشرائع؟ الدين راح يبقى لو أكو أديان وشرائع؟ سؤال يو مو سؤال؟ إذا ظهر إمامنا وحكمه وأئمتنا بالرجعة، والبشرية راح تنصلح والبشرية راح تستقيم والبشرية راح تصلح انحرافها، وإحنا بهدف إصلاح الانحراف اللي هو هدف من أهداف الأنبياء والقرآن والأوصياء. زين، البشرية لما تنصلح، اليوم إحنا أكو عندنا بالأرض أديان بعضها منحرفة وبعضها على الحق، مثل الدين الإسلامي على الحق المتمثل بأهل البيت عليهم السلام، كل زين، النبي وآله والقرآن الكريم. هاي بقية الأديان بزمن الظهور والرجعة راح تكون موجودة يو ما راح تكون موجودة؟ تكون موجودة، فراح يكون شنو؟ دين واحد إسلام، هل تشوفون؟ بس القضية ما راح تنحسم بهاي السهولة، تقولوا هاد ما راح، الأمر ما راح ينحسم بهاي السهولة، تقولوا هاد شلون ما راح تنحسم؟ لأن أكو نصوص دينية تقول خلاف ما تقولون، نصوص زين، هاي شلون تعالجوها النصوص؟ ولهذا الجواب بهيك مسائل مو بالسهولة تصوروها يا إخواني. وهنا يبدي شغل العلماء، والعلماء شوفوا هنا دقة العلماء تبين. العلماء المسألة يعالجوها من كل جوانبها بحيث ما يخلون ثغرة. مو بهالسرعة يجاوبون العلماء أنه لا دين واحد، دين واحد أكو آيات قرآنية سأتلو عليكم بعضها تقول الخلاف والعداوة بين اليهود والنصارى راح تستمر إلى يوم القيامة، في آية قرآنية العداوة بين اليهود والنصارى تستمر إلى يوم القيامة. سؤال، تستمر إلى يوم القيامة يعني ذولا باقين يوم مو باقين؟ فشلون تقول لي راح يبقى دين واحد؟ أكو آية بيها كما الآن أتلع عليكم الآية بعد شوية. فمن يجيك واحد يجيب لك هاي الآية شنو تجاوبه؟ شو سكتوا الأخوة؟ ولهذا أقول القضية مو بس سهولة تصوروها، مو بس سهولة هاي تصوروها، القضية لا تحتاج شغل. الجواب على هذا السؤال، سمعون جزاكم الله خير، الجواب على هذا السؤال، أكو أربع نظريات بهاي المسألة طرحها علماءنا. أكو شنو؟ أربع نظريات بالإجابة على هذا السؤال. النظرية الأولى تذهب إلى تعدد الشرائع في زمن الإمام المهدي وما بعد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذهبوا إلى شنو؟ تعدد الشرائع، وما تكون دين واحد يحكم الأرض كلها. هسه حتى لو الدين يحكم بشكل عام، بس أكو تحت حكم هذا الدين شرائع متعددة، حتى لو تخضع له من حيث المستوى العام، ولكن شرائعها موجودة وباقية. واللي ذهبوا إلى هذه النظرية جابوا آيات على هذه النظرية. هاي الآيات قسموها إلى قسمين، آيات عامة وآيات شنو؟ خاصة. أما الآيات العامة قالوا اختلاف بين الناس في الدنيا هذا يعتبر من سنن الله تعالى الباقية،
واللي لا تتغير ولا هم يحزنون. وما مطلوب من إمامنا المهدي عليه السلام أن يوحد الناس هم كلهم على دين واحد. حتى لو يصير إمام على الأرض بس تبقى أكو ناس ملتزمة بشرائعها تخضع للدولة الإسلامية بس هم على شريعتهم. يقولون أصحاب هاي النظرية ولا نرى ضيرا في ذلك. أنا هاي الأجوبة من أجيبها مو معنى أتبناها، بغض النظر عن أتبنى الجواب يوم ما أتبنى، أنا أطرح لكم الموجود. كلام واضح ولا؟ هاي أجوبة موجودة طرحها علماءنا، أنا أطرحها عليكم بغض النظر عن تبني إحدى النظريات الأربعة، بس إن النظريات أوصلهن لكم بأمانة. يابا شنو دليلكم على هاي النظرية؟ قالوا عندنا أدلة عامة وأدلة شنو؟ خاصة. أما الأدلة العامة لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قالوا هاي الآيات حاكمة إلى يوم القيامة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قبلوا قبلوا ما قبلوا ما قبلوا، شو تسوي لهم يعني نجبرهم؟ جادلوهم بالتي أحسن، قبلوا منكم فبها، ما قبلوا براحتهم، هم يتحملون المسؤولية يوم القيامة، مسؤولية عدم قبولهم للحق، أكو جزاء يوم القيامة يأخذوه. أنتوا واجبكم تدعوهم إلى الله وإلى الدين الحق، قبلوا أهلا وسهلا، ما قبلوا براحتهم يوم القيامة نحاسبهم. نقطة رأس صفر. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، من شاء فليؤمن. إنا هديناه السبيل ما شاء، قالوا هاي الآيات حاكمة إلى يوم القيامة. فش معنى إحنا كون نجبر الناس؟ الله منط اختيار للناس في الدنيا، وهذا الاختيار باقي إلى يوم القيامة. يريد يآمن يآمن، ما يريد يآمن أم لا يآمن، يتحمل جزاء يوم القيامة والسلام. هذه أدلة عامة على أن الشرائع متعددة حتى بالظهور وحتى إلى آخره ما بعد الظهور. ما هذه واضح الكلام يا ولا؟ قالوا مو فقط عندنا أدلة عامة، عندنا أدلة شنو؟ خاصة. مثل شنو الأدلة الخاصة؟ دخلي أقرأ لكم الآيات. تعبتوا مني وأكمل. إحنا هسبيا نظرية الأولى كل زين. إحنا الآن بالنظرية الأولى زين. هاي الآية أمامي مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المائدة. أنتوا في شهر نزول القرآن، خلنا نتعلم خلنا نستفيد. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه شنو مبسوطتان إلى أن يقول وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. بين من ومن؟ بين اليهود وبين النصارى، ألقينا العداوة بينهم إلى يوم القيامة. معنى ذلك اليهود والنصارى موجودين بزمن الظهور أو ما موجودين؟ فقالوا هذا دليل خاص واضح، يقول حتى بزمن ظهور الإمام وزمن رجعة الأئمة عليهم السلام يهودي موجود نصراني هم موجود، والعداوة هم باقية بيناتهم إلى أن إلى قيام الساعة مثلا. هذه آية استدلوا بها من الآيات الخاصة. بعد أكو آية أخرى، الآية الأخرى العداوة بين نفس اليهود واليهود، مرة عداوة بين يهود نصارى ومرة عداوة القرآن عبر عنها باقية إلى يوم القيامة بين اليهود واليهود. هاي القرآن الكريم يعبر فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. صار كم آية لحد الآن؟ آيتين تدل على أن الشرائع شنو؟ باقية حتى المحرفة منها، باقية حتى في زمن شنو؟ إلى يوم القيامة. القرآن الكريم يعبر
هذا على مستوى القرآن الكريم. أما على مستوى الروايات الشريفة، بالله شوفني حبيبي، على مستوى شنو؟ الروايات الشريفة. هاي الرواية نقلها الشيخ الصدوق في علل الشرائع عن الإمام الباقر عليه السلام. الرواية تبين الإمام المهدي إذا ظهر شنو يسوي؟ يقول: يستخرج التوراة، الإمام المهدي، وسائر كتب الله من غار بأنطاكية. طبعاً يا توراة يستخرجها، التوراة الحقيقية غير المحرفة، يظهر هاي موجودة في مكان ما، الإمام يستخرج هاي التوراة، وسائر كتب السماء، يعني الإنجيل هم، الزبور، صحف إبراهيم أحسنتم، الإمام المهدي كله يطلعها هذه. يقول الإمام الباقر في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق. إخواني، هاي معلومات مهمة الشيعة يدرون بيها، أنا حتى أتعمد المصادر أجيبها وياي. يستخرج التوراة وسائر كتب الله من غار بأنطاكية فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة. الإمام الباقر من يقول الإمام المهدي يحكم بين أهل التوراة بالتوراة، يعني شنو؟ شو تفهمون منها؟ بالله شو تفهمون منها؟ يعني اليهود موجودين أو ما موجودين بزمن الإمام؟ فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، يعني النصارى موجودين أو ما موجودين؟ وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل الفرقان بالفرقان. بعد أهل الفرقان منو أهل الفرقان؟ أهل القرآن بعد. فهاي الرواية ايش تفهم منها؟ أنه أصحاب الشرائع بزمن ظهور الإمام شنو؟ موجودين. هاي نظرية وهاي أدلتها، هاي نظرية وهاي شنو؟ أدلتها. اجتني نظرية ثانية، النظرية الثانية قالت في زمن ظهور الإمام ورجعة الأئمة عليهم السلام ماكو إلا دين واحد، وهو يا دين؟ دين الإسلام والسلام. يا أبا شنو دليلكم على ذلك؟ قالوا: دليلنا القرآن الكريم. شلون القرآن الكريم؟ قالوا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره، وبالنتيجة ليظهره على الدين كله. يعني شنو؟ يعني ما يظل بس الإسلام، والنتيجة بس الإسلام باقي وبقية الشرائع ما يكون لها وجود، ليظهره على الدين كله. بعد عندكم دليل آخر، قالوا إيه؟ شنو؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الذين آمنوا منكم يعني صح، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يا دين الله ارتضى للناس إن الدين عند الله الإسلام، ماكو غيره. وبزمن الظهور والرجعة، لأن أمتنا قالوا هاي الآية هم من آيات الظهور هم من آيات الرجعة، وبزمن الظهور والرجعة وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعني الإسلام بس. الله يمكن دين الإسلام، وإذا مكن دين الإسلام بعد مو يعني واحد صاحب شريعة أخرى يجي، ما ممكن بعد، هو الدين المتمكن والمسيطر وهو الدين الإسلامي، والناس كلها كون تجد الإسلام. قالوا هذه أيضا من الأدلة اللي شنو؟ ليش ما تجاوبوني؟ ها؟ اللي عندنا زين. هسه شنو رأيكم؟ شنو صار هسه؟ يابا زين، انتوا عندكم روايات على هذا الحكي وبس آيات قرآنية؟ قالوا لا، حتى رواياتها عندنا. يابا شنو الروايات؟ مثلا هاي الرواية: جاء في حديث صحيح عن أمير المؤمنين عليه السلام. الحديث موجود في تأويل الآيات الظاهرة للنجفي، جزء 2 صفحة 689، رقم الحديث 8، والحديث صحيح السند. وبحار الأنوار جزء 51 صفحة 61، حديث 59،
ها وبهاي الموسوعة اللي عندي، موسوعة الإمام المهدي المنتظر جزء السادس اللي هي مؤسسة دار الحديث، جزء ستة بالموسوعة المرتضى الإمام المهدي عليه السلام. هاي الرواية تقول عن أمير المؤمنين: والحديث صحيح، جاء في حديث صحيح عن أمير المؤمنين: كلا حتى لا يبقى قرية، مو مدينة، مو محافظة، مو دولة، حتى لا يبقى قرية إلا ونودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بكرة وعشية. هسه ايش تفهم من هالرواية؟ دور الشيخ المفيد شنو يقول؟ الشيخ المفيد يقول: ولم يبق أهل دين حتى يظهروا الإسلام ويعترفوا بالإيمان. الشيخ المفيد هم يقول مثلاً الإمام الباقر شوف شو يقول في تفسير العياش: يقاتلون والله حتى يوحد الله ولا يشرك به شيء. ها أجيب لكم بعد رواية أخرى لو تعبتوا. مثلاً واحد يقول لي: الإمام الحسن المجتبى، سبحان الله، سحلو هاي يكون أذكرها حتى إذا تقولوا لي تعبنا هم أذكرها، لأنه جايتنا ولادة الإمام الحسن عليه السلام. كلش حلو هاي الرواية بما أنها مرتبطة بالإمام الحسن تسوى نقراها. يقول: نقل الطبرسي حديث فيه حوار الإمام الحسن معه بعد جرحه، جاء فيه الراوي: قلت ما ترى يا ابن رسول الله فإن الناس متحيرون. قال الإمام الحسن: إن أمير المؤمنين قال لي ذات يوم، الإمام الحسن يقولون الإمام علي أبويا قال لي، إلى أن يقول: فكذلك حتى يبعث الله رجلاً في آخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس. يا الله، الله يدز الإمام عليه السلام، يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته ويظهره على أهل الأرض كلهم حتى يدينوا طوعاً وكرهاً. يدينوا بيا دين هو الإسلام بعد. يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ونوراً وبرهاناً، يدين له عرض البلاد وطولها، يدين له للمهدي عرض البلاد وطولها، لا يبقى كافر إلا آمن به. بمن آمن به؟ بالمهدي. وروايات أخرى كثيرة. فهسه صار أديان لو دين واحد. النظرية الأولى شنو قالت؟ ذولاك عندهم أدلة وذولا شنو؟ الحل شنو؟ أربع نظريات قلنا. هسه لحد الآن بينا شنو؟ النظرية الثالثة. حتى أراويكم العلماء شلون يشتغلون على النصوص، لا تتصورون المسألة بهالسهولة مثل ما البعض يتصور. ريتش رأسا يبقى بس الدين الإسلامي، يقول لك مو أنا عندي أدلة منه، وهذا يقول لك أنا عندي أدلة منه، وهذا يقول له عندي آيات منه، وذاك يقول له، يجمعوهن كلهن بعدين يطلعون نتيجة. وإذا ما طلعوا بتخريجة تتحملها الروايات يشوفون الأصح سنداً، وهكذا إلى أن يصلوا نتيجة. هو هذا من نقول رجع الأمر إلى أهل الاختصاص. هاي أمور تحتاج أهل الاختصاص، غير أهل الاختصاص مو شغلهم هذا، يحصل له حرف منه طار بيع عسباله سيطر على العلم كله، مو هالشكل هذا، مو هالشكل هذا. ولهذا
احنا كون نرجع للاختصاص اللي قاضي له 80 سنه من عمره بالقران والروايات، 80 سنه من عمره، كون نرجع للعلماء للمختصين. هل مجاله غيره في الواقع. النظريه الثالثه، اذا تلتفتوا لي، طبعا هسه الوقت ركض علي. النظرية الثالثة قالت الآتي، قالت بزمن الظهور والرجعة الدين، يعني فرقت بين الدين والشريعة، قالت الدين الرسمي اللي يحكم الأرض كلها هو شنو؟ هو الدين الإسلامي. ولكن هذا ما يمنع من وجود بعض أصحاب الشرائع اللي الإمام عليه السلام ينطيهم شنو؟ فرصة أو إجازة أو حرية أن يؤدون شعائرهم من بعد ما يصلح ويصحح ويصلح شنو؟ المفاسد الموجودة في هذه الشعائر. وطبعا هذا هاي النظريه اذا تنظروا لها شويه بشنو؟ بدقه، راح تشوفوها تجمع ايات القسم الاول والقسم الثاني وروايات القسم الاول والقسم الثاني. انت من بالشكل العام الدين الاسلامي هو الدين الحاكم المسيطر المهيمن على كل قرية من قرى الأرض، مو مدينة، وكل الأرض تكون تحت ولاية وحكم الحاكم المعصوم المتمثل بإمامنا والأئمة من بعده بالرجعة. بس هذا ما يمنع إذا بقوا يهود هنا نصارى هنا ويردون يؤدون شعائرهم وطقوسهم بمقدار ما، الإمام ينطيهم إجازة ذلك بشرط أن أي انحرافات شركية في أصولهم الاعتقادية يو الطقوسية يو الشعائرية ما موجود. يعني الإمام يصحح لهم كل مشاكلهم ويقبلون بإصلاح وتصحيح الإمام ويعطيهم حرية لأداء الشعائر مالتهم بدون المظاهر اللي تتخالف بشكل تام مع الإسلام. قالوا وبهذه النظرية نقدر نجمع بين نصوص القسم الأول ونصوص شنو؟ القسم الثاني. ممكن الجمع. أصحاب مجموعة من العلماء طرحوا هاي النظرية. نظرية. الله يجزي علماءنا خير اللي هيك يشتغلون ويتعبون يوصلون هاي النتائج، الله يجزيهم ألف خير. وطبعا العالم من يطرح هاي النظرية ما يقول لك 100% النظرية شنو صحيحة، يقول لك هاي محاولة للجمع بين الآراء والنصوص حتى نطلع بنتيجة مقبولة، وماكو عليها اعتراض أو نقض من نص آخر. صار كم نظرية لحد الآن؟ 3. أكو نظرية رابعة. شنو تقول النظرية الرابعة؟ تقول الدين الحاكم في زمن الظهور والرجعة دين واحد، حتى شرائع هم ماكو مثل ما قالت النظرية الثالثة. الدين الباقي دين شنو؟ واحد، ولكن الدين يكون واحد ويحكم الجميع بحيث ما يبقى مشرك ولا كافر بالتدريج. يعني الأمر غير ممكن أن الإمام أول ما يجي بأول يوم يخلي الناس كلها شنو؟ مسلمين. هذا ما يصير، ولا يصير أن ينتهي الظهور وتنتهي الرجعة والناس بيهم شنو شنو؟ يهود ونصارى. والمقصود من آيات الخلاف المتبقي إلى يوم القيامة بين يهود 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 نصارى، المقصود يعني إلى أكبر فترة ممكنة، مو يعني بالضرورة إلى أن تقوم الساعة ولا موجودين، لا، يعني الخلاف راح يبقى إلى آخر الزمان والعداوة بيناتهم تبقى إلى آخر الزمان، لكن بالفترة الأخيرة من الدنيا
لما أهل البيت يردون يخلون بس الدين الإسلامي حاكم والله يريد ذلك، مو معنى أنه إلا يبقون اليهود والنصارى إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة يعني إلى آخر فترة ممكنة، يعني حتى في بداية زمن الظهور موجودين، ولكن الإمام يشتغل عليهم بشكل تدريجي ويدخلهم إلى الدين شنو؟ بفترات، مو فترة واحدة، مو بشكل سريع، وإنما بفترات متلاحقة يدخلهم إلى الدين وكلهم يصيرون مسلمين في نهاية المطاف. كلهم يصيرون شنو؟ مسلمين شنو؟ في نهاية المطاف كلهم يآمنون في نهاية المطاف، بس بشكل تدريجي. ولهذا لعله الفترة الأولى أو حتى الفترة الوسطى من ظهور الإمام وكذا موجودين ذولا، ولكن بالفترات الأخيرة الكل يدخل للإسلام. هسه الإمام شلون يتعامل وياهم والأئمة عليهم السلام بالرجعة؟ قالوا أولا من خلال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما فاد، أهل البيت ينتقلون إلى مرحلة ثانية. شنو المرحلة الثانية؟ مثلا المباهلة، مثل ما جدهم سووا يا النصارى، يا بأنتوا النصارى تعالوا خلنا نتباهل بالعين وغاتي، بالفكر، بالدليل، بالحجة، بالبرهان، ما تجون، تعالوا خلنا نتباهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أنا المهدي وتجيبوا أكبر واحد عندكم، خلنا نبتهل إلى الله والله ينتقم من الكاذب. ما فادت المباهلة، ما قبلوا بالمباهلة، يجي دور السيف والقوة، يقولون بعد خلاص ألقينا عليكم الحجة بالتي هي أحسن مفاد، بالمباهلة ما تردون، الآن القوة والجبر. نقطة رأس صدر، وبذلك ينتهي التعدد والأرض تكون لله والناس كلهم يعبدون الله على دين سيد الخلق محمد. هسه ما أدري النظريات صارت واضحة أو مو واضحة، البحث الليلة مهم أو مو مهم، هاي المعلومات مهمة ضروري تصل لإخواننا. شوفوا هاي الرواية بالله، طبعاً أكو قضية هم أخرى مرتبطة بهاي الرواية، خلي أقولكم إياها، قضية أخرى مرتبطة بهاي الرواية أقولها بخدمتكم. إحنا عندنا الأنبياء ينزلون بالظهور والرجعة لو ما ينزلون؟ ينزلون، كما سأبين الأنبياء شو ينزلون بالرجعة إن شاء الله. زين دول الأنبياء لهم تأثير على أقوامهم حتى يجيبوهم للإسلام يوم ما لهم تأثير؟ يعني عيسى إذا نزل إلى تأثير على النصارى يوم ما إلى تأثير؟ هو عيسى يقول لهم أنا أصلي برا المهدي بصلاة المهدي، فأنتم تكونوا تصلون بصلاتي اللي أنا أصليها ورا المهدي اللي هي صلاة محمد سيد الخلق. حكي عدل يولا. هسه الرواية يظهر بعد ما لحق أقولها لأنه بقالي خمس دقائق للرثاء. هاي الرواية شنو؟ بكرة نخليها ما يخالف؟ أشوقكم إلها باكر، كلش حلوة الرواية، تبين أنه الناس بالنتيجة كلها كنت تؤمن الآية، يعني وإن من أهل الكتاب، بس الرواية على الآية يعني أهل البيت قالوا بالآية خليه باكر، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. كل أهل الكتاب يؤمنون به قبل موته. هسه هاي الضمير به لمن يؤمنون به؟ لا تستعجل، أهم استعجلوا يا أخوة، لا تستعجل. بعضهم قال به بعيسى، طبعا هو عيسى يصلي برا المهدي، يعني مؤمن بمن عيسى؟ بالمهدي ودين المهدي اللي هو دين النبي، فإذا يؤمنون بالمهدي يعني بيش يؤمنون؟ بدين النبي. زين بعض قال الضمير يرجع للنبي به، يؤمنون برسول الله. بعض قال الضمير يرجع لإمام المهدي مثل ما قلت، همك اختلاف. أئمتنا شنو قالوا؟ هذا الأمر أترك إلى الليلة الآتية أشوقكم إلى إن شاء الله تعالى. حصلنا شيء وما حصلنا؟ بس آخر حكاية أقولها، نقدر نجمع بين النصوص يوم ما نقدر؟ نقدر، كما هاي المحاولات تبين أنه ممكن نجمع بين النصوص بطريقة وأخرى، نقدر نجمع بين النصوص، ماكو تعارض بين النصوص، كل نص يشير إلى حيثية من الحيثيات بمقطع زمني معين مثلاً أو بمرحلة معينة مثلاً. شلون آيات يوم القيامة ما يحجون وأكو آيات يوم القيامة شنو
يحجون. اجوا العلماء قالوا القيامة عرصة وعرصات، عرصات اكو عرصة ممنوع واحد يحجي بيها واكو عرصة واحد يحجي بيها، انحلت هذا ما صار اكو تعارض. نعم نفس الشيء، اكو مراحل ذولا يبقون مراحل ذولا ما يبقون، فنقدر نجمع النصوص الشريفة. انهضوا خلي الرواية من الشرى، انهضوا خلي الرواية من الشرى، انهضوا خلي الرواية من الشرى. ليلة الجمعة يا أبا عبد الله انهضوا خلي الرواية من الشرى، أبو صالح وصلوا بالجبتين من فوق الشجرة، يا بشجرة وصيح ظل عمي الزهرة شكسرة، والله صيح ظل عمي الزهرة شكسرة، من غصب حقها واجح زغانة، من غصب حقها واجح زغانة. يا هلالا غائبا عن كل عين وضياء ساطعا في الخافقين، قم ونادي يا لثارات الحسين، والله قم ونادي يا لثارات الحسين، يا لثار النحر والشيب الخطيب ابو عبد الله، يا لثار يا لثار يا لثار يا لثار النحر والشيب الخضيب أبا عبد الله. ليلة الجمعة يا حسين بس جمرتك وسط القلب ما جرى، ودمع على خدي جرى لغيرك أبد ما جرى، عن جدك النص ورد هذا الدمع ما جرى، نبكي ونوح وندق لطفك نطب يا سنة، لا زال سيف الدغر برقابنا يا سنة، حلوا عليك الذبح من يا شرع يا سنة، مصاب الجرب كربلة الجن وإنس ما جرى، مصاب الجرب كربلة أني اللي من طاف قبرك هذه الليلة وشم عطرك أبا عبد الله. اي والله أني اللي من شم عطرك أبا عبد الله، أبا عبد الله، أبا عبد الله. على التل صعدت يا حسين ودمع على الوجن يجري، ردت أصرخ لكن مقدار عبرا كسر بصدري. هذا المخنوق يا جماعة ما يقدر يسولف، المخنوق ما يقدر يحكي. على التل صعدت يا حسين، ويلي عليك، دمع على الوجن يجري، ردت أصرخ لكن مقدر عبرا كسر بصدري. قمت ألطم على الخدين حتى تشوف يا ذخري، لكنك على الوجه مطروح، شلون تشوف ما أدري، شلون تشوف ما أدري، شلون تشوف ما أدري. أنا طريت الزلم والخيل والنار، ولا تانية يسجن عج الغبار، جيتك ورد أشوف إش صار ما صار، ويا اجيتك ورد اشوف اش صار ما صار، لقيتك عالرمل ودر الرمل حايا. ويلي عليك يا ابا عبد الله، ويا لقيتك، لقيتك عالرمل ودر الرمل حار، حار ابو علي حار. أنا طريت الزلم والخيل يا حزين، جيتك ورد أدور وين ما وين، خويا أشر لي لو أنسى عالم بليدي، أنت راني فقد تشوف يا أبو العين، خويا أشر لي لو أنسى عالم بليدي، أنت راني فقد تشوف شوف يا ضوى العين، يا ضوى العين، يا ضوى العين أبا عبد الله. بعد شو تقول للحسين؟ الله أكبر. شنو هالحكي هذا؟ يوجع القلب يا أبا عبد الله، يألم القلب يا أبا عبد الله، يجرح القلب يا أبا عبد الله. ويلي علي زينب،
قل له يا خويا يا خويا يا مهر حسين وين حسين؟ قل لي. هاي لما اجاها يسهل الظليمه الظليمه من امه قتلت. الامام علي يقول ضرب راسه عند باب الخيمه ومات. هذا جواد الحسين تاذى على الحسين. لما طاح الحسين منه سواله برجله وساده من التراب حتى ينام عليه ابو عبد الله. لما الحسين راح للفرات الحسين قال له اشرب يا جواد انت عطشان. كتب التاريخ تقول اشرب راسه. قال له ما اشرب يعني. انا رجع للخيام يحنحن يصيح الظليمه الظليمه. الحسين ضرباش هم مثلث الظليمه. زينب قالت له يا مور حسين وين حسين؟ قل لي. شو جيتني تصل بذلي؟ قل ابو حسين قل لي وين يا بما مالك روحت قلبي يا مكدار؟ مالك روحت قلبي يا مكدار؟ يا ميتا ترك الألباب حائرة وفي العراء ثلاثا جسمه